حريزة جبارة مديرة مدرسة بنات قفين الأساسية العليا. لقد انتقلنا إلى هذه المدرسة الجديدة في بداية الفصل الدراسي الثاني، والحمد لله رب العالمين. هذه المدرسة تختلف كثيرا عن المدرسة القديمة، حيث تحتوي على 14 غرفة صفية. الآن أصبح في متسع للطالبات للمشاركة أثناء الحصة الصفية، كذلك بإمكانهن المشاركة أو بإمكانهن ممارسة هواياتهن من رسم، من تمثيل، من أي نشاط آخر لا منهجي، حيث يتوفر لدينا مختبر الحاسوب، تتوفر المكتبة، مختبر العلوم، ملاعب رياضية واسعة، كذلك هناك قاعة للأنشطة متعددة الأغراض. وائل هرشي، رئيس بلدية قفين. في البداية قامت البلدية بدراسة وضع المدرسة القديمة وأثرها النفسي وأثرها على التحصيل، فنتيجة للظروف السيئة التي كانت بها المدرسة تواصلت البلدية مع الجهات ذات العلاقة اللي هي وزارة التربية والتعليم وكذلك USAID ومؤسسة أنيرة، وبفضل الله تم تجويج هذا الحلم إلى حقيقة وحصلنا على مدرسة، واليوم نحن في افتتاح هذه المدرسة التي سوف تترك أثر عظيم على نفوس طالباتنا في صقل الشخصية وكذلك في التحصيل العلمي. هذه المدرسة التي بلغت تكلفتها $1,700,000 بدعم وتمويل أمريكي، اليوم تم افتتاحها لكي يستفيد منها 500 طالبة، ستوفر لهم الأجواء المناسبة لتحسين التحصيل العلمي وكذلك لصقل شخصيتهم الفكرية والثقافية.